مرحبا جميعا. بالويك 9 راح نحكي عن الموسفيت اللي هو النوع الثاني من الـ FET ترانزستور او Field Effect Transistors. هذا راح يكون اخر نوع عندنا بهذا الكورس. فالموسفيت هو الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، والميتال اوكسايد جاي من انه راح تكون عندنا ميتال اوكسايد اللي هي طبقة عازلة راح نربطها للجيت بحيث انه الجيت تكون معزولة عن البي ان جنكشن اللي عندنا. وطبعا راح نحكي على الاوبريشن والفيزيكس مالته. فعندنا نوعين بالموسفيت، النوع الاول هو الديبليشن تايب والنوع الثاني هو الانهانسمنت تايب. اللي راح ناخذه اليوم هو الانهانسمنت تايب. الديبليشن تايب احنا ما راح ناخذه لانه هو عمله جدا مشابه للجيفت. فالديبليشن تايب هو هو يكون الترانزستور عباره عن انيشالي اون. يعني احنا نذكر الجيفت بالمحاضره اللي راحت، انا كان عندي يعني الستركتشر مالته انه كان عندي ان تايب مع بي تايب مربوطه للجيت. فمن خلينا بفرق جهد خلينا في دي اس، كان كافي انه الالكترون يصير بي فلو من الدرين للسورس، بمعنى انه هو الترانزستور انيشالي اون. فقط انه انا خليت في دي اس، ما احتاجت اي بايز على مود احصل درين كارنت وصار عندي اي دي. وطريقة ال في جي اس كان دورها انه هي زيدت لي الريزستيفيتي مال الشانل، لانه كان عندي ديبليشن يعني باي بي ان جنكشن، فزاد كل ما زيدت ال في جي اس زاد الديبليشن. وبالتالي انا خليت الشانل ريزستيفيتي مالته اعلى الى انه قفلنا الشانل تماما. فلذلك احنا نسميه ديبليشن تايب، بمعنى انه كل ما زيد ال في جي اس كل ما الشانل get more depleted. فلذلك هو مشابه للجيفت من حيث الاوبريشن. فما راح ناخذ، راح ناخذ النوع الثاني هو الانهانسمنت تايب. الانهانسمنت تايب هو العكس تماما، بمعنى انه هو يكون initially off، وهذا واضح حتى من السمبل مالت. السمبل مالت بين الدرين والسورس يكون عندي مقطع، بمعنى انه انا ما عندي channel constant بين الدرين والسورس، عكس السمبل مال الجيفت او الديبليشن تايب اللي هو السوليد لاين بين الدرين والسورس، بمعنى انه انا اوريدي عندي شانل، ومجرد حطينا الفولتج صار عندي فلو اوف الكترونز. الانهانسمنت تايب قلنا هو العكس، بمعنى انه هو انيشالي اوف، فبالتالي الفي جي اس راح تكون اول شيء هي بوزيتيف، واحتاج في جي اس يلا يصير عندي فلو اوف الكترون، يلا احصل درين كارنت. فلذلك احنا نسميه انهانسمنت تايب، لانه انا كل ما راح اخلي في جي اس كل ما زيد الفاليو مالت الشانل راح يصير بي انهانسمنت، بمعنى الشانل يتحسن. يتحسن بمعنى انه الريزستيفيتي ما تتقل والكرنت يزداد الاي دي كرنت. فالستركشر مالته هو عباره عن بي تايب سبستريت. سبستريت يعني مثل الماتيريال اللي نبني عليها الترانزستور، فراح يكون بي تايب، بمعنى انه هو دوبت وذ ماتيريال اللي تخلي الهولز تركيز الهولز اكثر من الالكترونز. وعند الدرين والسورس ميتال كونتاكت، بمعنى انه قطعه معدنيه مثل ما شفنا بال يعني جاي ترانزستور. الدرين والسورس مربوطات اللي جزء من السيمي كوندكتور اللي هو doped with material اللي تخلي الالكترونز او الان تايب، يعني بمعنى الكونستريشن مال الالكترونز اعلى هنا. وهنا عندي الجيت، لكن الجيت ما مربوطه دايركتلي للبي سبستريت، وانما محطوطه لاير من السيليكون اوكسايد اللي هي طبعا يعني ماده عازله. فالجيت هي معزولة تماماً عن البي ان جنكشن أو عن البي تايب سبستريت. فلذلك احنا قلنا احنا مواصفات الفيت ترانزستور ان جنرال هو الهاي امبيدنس، يعني الامبيدنس مالته نحكي على ميجا اوم، مو مثل ما كنا نشوف الجيفت انه نحكي على كيلو او كيلو اوم او اقل. فالريزستيفيتي العالية بالانبوت جاية من انه انا عندي الجيت هي اصلا معزولة. فاول شيء لاحظ هنا انه اني ما عندي channel between الدرين والسورس. يعني اوكي الدرين هو ان تايب والسورس هو مربوط على ان تايب سيمي كوندكتور، بمعنى انه هاني بالان تايب نعرف انه هو الالكترونز تركيزها اعلى. لكن اوكي اذا جاي اخلي الان في دي اس، يعني اخلي فرق جهد، الالكترون ما عنده باث على مود يوصل للسورس، بمعنى انه الالكترون ما يقدر يتحرك. واحنا نعرف احنا نريد بالنهايه احنا نريد كرنت، فالكرنت هو فلو اوف الالكترونز. فانيشيالي لانه ما عندي شانل، فالدرين كانت راح يكون زيرو، الاوتبوت كانت زيرو، لانه انا صح انه عندي الكترون هنا بالدرين
لكن ما راح تقدر توصل للسورس. فلذلك هو الترانزستور قلنا هو initially off with VGS 0. طبعا احنا شايفين VGS 0 الان. ف اوكي من نبدا نخلي VGS اكبر من الصفر، نبدأ نزيد الفاليو مال VGS. طبعا VGS هنا قلنا بوزيتيف، ولذلك هو شبيه بالجيفت، يعني شبيه بالبي جي تي، انه نحتاج انه بوزيتيف فولتج مثل ما كنا نشوف بالبي جي تي، انه احنا الفي بي اي نخليها 0.7 او اكثر. فايش راح يصير عندما الفي جي اس الان اكبر من الصفر؟ اللي راح يصير انه الفي جي اس شحنتها موجبه، والبي تايب احنا نعرف الميجوريتي كاريرز هي هولز، فموجب موجب راح يصير تنافر، فراح تدفع الهولز داون باتجاه الجراوند، بمعنى انه هاي الشانل راح يصير بيها ديبليشن، فراح يصير الديبليشن لاير بحر ريجن. شغله ثانيه انه احنا ما عندنا ديبليشن ريجن، احنا نعرف من اول المحاضرات انه اي ديبليشن ريجن اكو فنسبه من الالكترون راح تقدر تعبر الديبليشن، لانه انا عندي لايت وعندي هيت، فهاي الانرجي كافيه انه تخلي الالكترون تعبر بهالاتجاه، والالكترون شحنتها سالبه فراح تبدي تتجمع قريب الميتال اوكسايد لاير. طبعا ما راح تعبر لان هي معزوله، لكن راح تبدي يكون عندي تركيز الالكترون هنا. كل ما زيد الفي جي اس كل ما الكونستريشن مال الالكترون راح يبدي يتجمع الى انه يوصل مرحله يقدر يفتح لي تشانل بين الدرين والسورس، ويا في دي اس اكبر من الصفر راح يصير عندي فلو اوف الكترون بهالاتجاه، فراح يصير عندي كارنت، فراح يصير عندي الاي دي اكبر من الصفر. هسه السؤال ايش قد الفاليو مال في جي اس؟ الفاليو مال في جي اس اللي احتاجها هي تعتمد على الترانزستور. لا يعني احنا عندنا مينيمم فاليو في جي اس اكبر من في تي او. الفي تي او هي الثريشولد فولتج، ثريشولد فولتج بمعنى مينيمم فولتج احتاج انه اخلي الفي جي اس اكبر من عندها على مود يصير عندي الاي دي نان زيرو. طبعا الفيديو هي تجي من الداتا شيت، يعني تجي من المصنع مال ترانزستور، فهذا هو التأثير. ولذلك احنا هسه نقدر نفهم الاسم انهانسمنت، لانه انا كل ما ازيد الفي جي اس كل ما الشانل راح يصير مور كوندكتيف، وبالتالي الاي دي راح يصير الدرين كارنت راح يصير اعلى. وطبعا مور كوندكتيف بمعنى انه مور الكترون راح تتجمع يم الجيت، فبالتالي راح يصير عندي الدرين كارنت اكبر. فهذا هو التاثير انه الفي جي اس. لذلك يعني احنا نقدر نفهمها بطريقه مشابهه للبي جي تي، احنا قلنا هو هذا الانهانسمنت تايب مشابه للبي جي تي. احنا بالبي جي تي تذكرون كان الفي بي اي قد يعني ات ليست 0.7 على مود يصير فلو اوف الكترون. احنا نفس الشيء احتاج انه الفي جي اس اكبر من الفي تي او، والفي تي او راح تكون معطى. اوكي ف ايش وقت احنا قلنا الجيفت هو يعني اخذنا حاله البنش اوف، فاحنا ايش راح يصير اذا ثبتنا الفي جي اس يعني صار عندي فلو اوف الكترون لكن ثبتها عند فاليو ونبدي نزيد الفي جي اس؟ هنا راح يصير عندي البنش اوف. بس شلون نقدر نفهم انه راح يصير عندي البنش اوف؟ احنا قلنا الفي جي اس راح تبدا تزيد، الكوندكتيفيتي تزيد، نمبر اوف الكترون راح تبدا تتجمع، وراح ينفتح شانل بين الدرين والسورس. هنا ممكن نفهمها بهاي الطريقه، يعني اكو اكثر من طريقه انه نفهم شلون راح يصير البنش اوف. احنا نقدر طبعا نكتب انه الفي جي اس هي تساوي، يعني اذا ناخذ السمبل مال الكترونز طبعا جيت درين سورس، إذا نكتب الـ VDS هي راح تساوي الـ Voltage الـ VDG plus الـ VGS، يعني نكتب كيرشوف كارنت لو هنا، فبالتالي راح أحصل هالمعادلة. إحنا جدا نقول هذا، نقول الـ VGS constant الـ VDS راح أزيدها، فش راح يصير بالـ VDG؟ الـ VDG هي طبعا راح تزداد، لكن إحنا ننتبه إنه الـ VDG الآن with respect to the drain راح أزيد الـ value والجيت ثابتة، بمعنى إنه الجيت البوزيتيفيتي اللي على الجيت راح تصير less positive less positive، والless باتجاه السورس يعني باتجاه السورس اللي هو مربوط للجراوند راح تكون أعلى، لأن الفاليو حقيقة مال الفي دي جي راح تكون نيجاتيف، ف
فباتجاه السورس راح تكون اعلى، فراح يكون الشانل انه مو يونيفورم مثل ما كان قبل انه كان عندي كونستانت بين درين والسورس، وانما راح يكون هذا الشكل. فراح يبدا الشانل يتضائل لانه البوزيتيفيتي مال الجيت راح تقل، فبالتالي الاتراكشن مال الالكترون، يعني هنا عندي كونستريشن على الالكترون، لكن راح يبدا يقل 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 الى انه ينعدم قريب للدرين، فبالتالي راح يصير عندي راح يصير عندي اوف الشانل. فإذا نرسم الكاركترستيك كيرف يعني الـ VDS والـ ID، فراح إنه قلنا من البداية من بدينا زيدنا الـ VDS صار كان عندي لينير، وبعدين صار عندي هنا الـ Pinch Off وصل للـ Saturation. ف وطبعا هنا أنا صار عندي الـ Pinch Off يعني مثل ما شفناه بالجيفت الأسبوع اللي راح. فإذا ناخذ شوية لوك على الـ Region of Operation، فاذا قلنا احنا نحتاج انه نحتاج مينيمم فاليو للفي جي اس اللي هي قلنا هي الفي تي او على مود عندي يصير الدرين كرنت نان زيرو. فهنا بنجي نشوف الدرين كرنت هنا مثلا باي ريجن، هنا الاي دي زيرو، فهنا بمعنى انه انا عندي الفي جي اس هي ليس ذان الفي تي او، فبالتالي احنا عرفنا انه هذا الكونديشن راح يخليني اشتغل بهالريجن اللي هي الاي دي زيرو اللي هي حقيقة الكت اوف، لانه ما قدرت اعبر الثريشولد اللي يحتاج للترانزستور عم يكون اون. اوكي، اذا عبرت انه خلص الفي جي اس اكبر من الفي تي او، بمعنى انه صار عندي كل هالريجن الاي دي اكبر من صفر، فاما اني راح اروح لهاي الريجن، يعني اذا نرسم هنا مثلا فد boundary line، هذا هاي الريجن ذكرنا بالريجن اللي شفناها اللي احنا سميناها الاوميك او الريجن وين الترانزستور يستخدم ك فولتج كنترول ريزيستور. هنا نشوف العلاقه بين الفي دي اس والاي دي هي تقريبا لينير. الريجن اللي باقيه كلها هنا راح يكون عندي الساتوريشن، وطبعا احنا راح نشوف بالاسبوع القادم راح هذا يعتمد على البايز، يعني الكيو بوينت. احنا نتذكر هناك من البايبولار جنكشن من اخذناه كان الفي سي والاي سي، هنا نفس الشيء انه انا احتاج كيو بوينت معينه، مثلا اذا اخذنا يعني مثلا هاي البوينت، وير انه نختار الفي دي اس مثلا 5 و الاي دي 3 ملي امبير، فهنا انا راح استخدم الترانزستور بالساتوريشن. واذا اقدر اشفت البوينت الهاير ريجن فراح يكون مثلا مستخدمه كريزستور، ويعني فاحنا نختار الكيو بوينت او الاوبريشن بوينت. اوكي، هاي الريجن ديفايند باي باي الايكويشن، يعني انه انا اوكي قلنا اذا الفي جي اس اقل من الفي تي او الدرين كرنت انا بالكت اوف باي الريجن، واذا الفي جي اس اكبر من الثريشولد انا راح اكون باي الريجن. بس هاي الريجن عندي تو بوسيبيليتيز، فهاي اعتمادا على هاي المعادله اقدر اعرف انا بالساتوريشن او باللينير ريجن اللي هي استخدمها هنا كريزستور. فاذا كان عندي الفي دي اس، يعني هنا اذا اقول الفي دي اس اكبر من الفي جي اس ماينس في تي او، بمعنى انه انا دا احكي على الريجن اللي للرايت، فاني بهاي الريجن. هاي الريجن هي عندي ال VDS less than VGS minus VTO، فانا دا احكي على الريجن اللي هي اليسار اللي هي linear region اللي قلنا هنا نستخدمها ك voltage control resistor، هنا نستخدمها بال saturation، وطبعا بال saturation نستخدمها ك amplifier راح نشوفه اخر شيء. والكت اوف هو كت اوف، يعني راح يكون عندي الدرين كرنت زيرو. اوكي، فاذا هاي المعلومات هسه نحولها لإكويجن اللي هي تلخص لنا كل الاوبريشن مال ترانزستور. فقلنا الشرط الاساسي هو انه انا اعبر الثريشولد، فاذا الفي جي اس ليس ذان في تي او اني بالكت اوف ريجن والدرين كرنت زيرو. اذا الفي جي اس اكبر سواء اني باللينير او بالساتوريشن، هذا الكونديشن احتاجه بالثنين، راح يكون عندي فلو اوف الكترون في الاي دي نون زيرو. الاي دي شلون احسبه؟
طبعا نلاحظ هنا انه الاي دي باللينير ريجن انه هو علاقته بالفي جي اس لينير، يعني الاكويجن هاي لينير بين اي دي والفي جي اس، بينما هنا الاي دي في جي اس سكوير، بمعنى انه العلاقه بيناتهم نان لينير، وهذا واضح لان احنا قلنا باللينير ريجن راح نستخدمه كريزيستر، ونحتاج انه يعني العلاقه تكون هي لينير بين الانبوت فولتج اللي هي الفي جي اس وبين الاي دي. فالاي دي نحسبه بهذين التو اكويجن، وهذا الشرط هو اللي حكينا عنه انه ان ذا الفي دي اس اكبر من الفي جي اس، بمعنى انه اني بالرايت سايد من البلوت، يعني هنا، واذا الفي جي اس اقل فاني بالليفت سايد. فهاي الاكويجن فقط تعكس انه هاي الحقيقه، وقلنا الاي دي نحسبه بهاي الاكويجن، وباللينير ريجن هي راح تكون الاكويجن لينير، وهنا لانينير. الكي طبعا هنا هو بارامتر، ترانزستور بارامتر، يونت مالت امبير على فولت سكوير سكوير. فاذا اجينا اليوم على الموسفت، وقلنا الاسم هو جاي انه بي ميتال اوكسايد مربوطه للجيت، وان بي تو تايب الدبليشن انهانسمنت، وقرينا على الانهانسمنت واخذنا الان تايب اللي هو نسميه الان موس او الان تايب موسفت، اللي هو قلنا نحتاج انه الجيت اكبر من الثريشولد يلا يصير عندي كرنت. شكرا.